اكتسح اللون الأصفر ديوانية نائب رئيس نادي القادسية ومدير الكرة فواز الحساوي، الذي استقبل العديد من الشخصيات الرياضية القدساوية وأعضاء الجمعية العمومية للقلعة الصفراء أثناء احتفائه بلاعبي الفريق الأول والجهازين الإداري والفني. من تواجد في الديوانية أجمع على صعوبة المهمة التي توجت بالأخير في إحراز بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم للمرة 12 في تاريخه، حيث خشي معظم القائمين على فقدان اللقب بعدما تأثر الفريق مع بداية القسم الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أحب أشكركم على هذا اللقاء. طبعا احنا الحين سعادتنا ما توصف، الحمد لله والشكر لله، يعني نشكر ربنا على هذا الفوز وهذا التحقيق، يعني الحمد لله، يعني هذا الشيء ما جاء من فضل جهد اللاعبين، الجهاز الفني، الجهاز الإداري، أعضاء مجلس الإدارة على رئاستهم الشيخ طلال الفهد، فصراحة نشكرهم على هذا الانتصار. ويعني دائما احنا هم عودونا كل سنة احنا نحتفل بهذا المكان ونحتفل، ودائما نادي القادسية والبطولات يعني اسماء لا يفترقان، والحمد لله والشكر لله. أنا وعدهم بالبطولات القادمة إن شاء الله عشان نحققها إن شاء الله. والله أشكركم على جهودكم الطيبة في نقل نتائج النوادي الكويتية، ونحن نخص بالشكر الجزير لجميع أعضاء مجلس إدارة نادي القادسية والجهاز الفني على الجهد الكبير اللي بذلوا في الفترات السابقة والتطورات والدراما اللي صارت موجودة وتأسست ما بين الفرق واللي شعلت المنافسة الحامية. الحقيقة هني نادي القادسية يعتبر من النوادي اللي لها إنجازها كبير وتاريخها الكبير ونتائجها معروفة. بالبداية طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، ما في شك يعني حصولنا على الدوري هذا دل على تتويجنا من بداية الدوري. احنا كان هدفنا الأمانة، كان هدفنا الدوري، ولله الحمد يعني بجهود فضل من الله سبحانه وتعالى بالبداية، وجهود الجهاز الإداري وجهاز إداري وفني ولاعبين، يعني كانوا مصرين من بداية الموسم أن يحققون هالدوري، ولله الحمد يعني لله ما ضيعنا تعبنا بداية الموسم، قدرنا نحن نتوج في حصولنا على الدوري، وإن شاء الله يا رب أن يكون ما هو نهاية تتويجنا بإذن الله بالموسم هذا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الحمد لله رب العالمين على هذه الفرحة وهذا الإنجاز الكبير اللي تحقق بجهود الجميع صراحة من جهاز إداري وفني ولاعبين وجماهير نادي القادسية. أحب أشكر إخواني اللاعبين اللي تحملوا صراحة يعني بطولة كانت جدا صعبة، كانوا كل جبال الشامخة التي تحملت كل العواصف الشديدة عليها، صدورهم تكسرت عليها كل السهام الموجهة لها، فكانوا أبطال بمعنى الكلمة. أشكرهم كل قلبي، وإن شاء الله نستمر بهالفرحة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وشيء الحمد لله على كل حال، يعني هذا أول خير أقول، إن شاء الله بعد شيء بطولتين إن شاء الله ننافس عليهم، والحمد لله يعني قلت لك الدوري ما يلب صبر وطولة بال يعني، والحمد لله ما قصروا الشباب الربع من الدوري قريبا. طبعا شعور اي قدساوي، يعني الفرحه طبعا عامه مثل ما تشوف انت بين الجماهير وبين الاداريين وبين اعضاء النادي. اعتقد ان احنا حققنا المطلوب من خلال هذه البطوله، وحققنا احنا الدوري اللي كنا نطمح له يعني من فتره كبيره اللي غاب عنا 3 مواسم سابقه، وهذا هو الاهم، وان شاء الله البطولات الجايه ان شاء الله احنا ناخذ البطولات الثانيه. ومن ابرز الحضور في حفل الفريق الاول القادسيه المدير الفني لمنتخبنا الوطني السيد غوران توفرتش ونجم الكرة الكويتية السابق الفارس الأسمر فتحي كميل. حياكم الله. أنا والله أنت صدفة جاي حق، لأن أنا جاي هني علشان فواز صديقي، يعني ما لي بالرياضة صار لي فترة ترى ولا أطلع بالرياضة، بس إننا مبارك حق فريق نادي القادسية ونقول لهم مبروكين ويستاهلون إن شاء الله، ومبارك حق رفيجي فواز الحساوي وصديق عزيز علي ومبروكين. ولا الدوري ترى أنا ما تابعه ولا تابع شيء، والحين أنا ماني رياضي، أنا برا الرياضة كلش، بس هذه الصدفة صارت نتكلم، مبارك حق نادي القادسية. جئت لأقدم التحية لزملائي في الفريق، فأنا عملت في الجهاز الفني لعام 2003-2005، والقادسية فريق جيد لديه القدرة على الفوز بالبطولات. After in February lose some match, but I think this is. ولعل الأبرز هي المكافآت السخية من نائب رئيس النادي فواز الحساوي، والتي سيكون لها بالغ الأثر في بذل اللاعبين قصارى جهدهم في الاستحقاقين المقبلين، ألا وهما
بطولتا كأس سمو ولي العهد وكأس سمو الأمير. وكان السؤال المطروح للعديد من الحضور هو إمكانية تجديد عقد المحترف التونسي سليم بن عاشور بعدما ارتبط كيت إبراهيم بعقد مع الأصفر حتى عام 2011. الحمد لله عشت أياما جميلة مع الفريق الأول، ولذلك أتمنى الاستمرار مع القادسية، فهو فريق رائع لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في الكويت، وأطمح لتحقيق المزيد من البطولات معه. ويعد الأصفر العدة للاستحقاقات المقبلة من خلال طي صفحة الفوز بدرع الدوري، وهو اللقب الذي غاب عن خزائنه لمدة 3 مواسم. احتفالات جميلة يعيشها القائمون على نادي القادسية بعد تتويج الفريق للمرة 12 في تاريخه بطلا للدوري الممتاز لكرة القدم. عبد العزيز عبد الله من ديوان حساوي كفي رياضي.